طبعا انا عارف ان الكلام عن شروط تحقيق الربح جاي متاخر، ولكن في الفيديو ده انا مش جاي اعرض لك الشروط على قد ما عاوز اوصل لك اهميه الشورتس اللي بياكد عليها اليوتيوب في كل تحديث جديد ليه، وشروط الربح اللي كانت مقتصره على تحقيق 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده من الفيديوهات الطويله، والفيديوهات القصيره ما كانتش بتحتسب من ضمن الساعات الفعليه لتحقيق شروط الربح الا لو كان المشاهد هو اللي عامل عليها سيرش. اليوتيوب حط شرط جديد ان انت ممكن تحقق ال1000 مشترك ولكن مع 10 مليون مشاهده في اخر 3 شهور من الشورتس. طبعا الرقم ده زي برضو ال 4000 ساعه مشاهده هو رقم كبير جدا بالنسبه لاي قناه لسه مبتدئه، ومش هتعرف تجيبه في خلال 3 شهور الا لو انت محتواك متميز جدا ومستمر بشكل دائم في تنزيل الفيديوهات. وبالنسبه للقنوات الكبيره فهي برضو مش هتكون محتاجه الشرط ده، لان هي هتكون اكيد مفعله القناه من خلال الشرط اللي هو 1000 مشترك مع 4000 ساعه مشاهده من الفيديوهات الطويله. ولكن الفكره هنا لدعم اليوتيوب للشورتس اللي بيحاول يخلي منشئ المحتوى ان هم يعملوا قنوات جديدة معتمدة كليا على الشورتس عشان تقدر تجيب المشاهدات دي. وخطوة مهمة جدا ان هي لغت الجوائز على الشورتس، وبقى هنا الربح من الاعلانات اللي هتنزل على الشورتس 55% لليوتيوب و 45% لمنشئ المحتوى، وهتفعل هنا الهدايا على الفيديوهات اللي هي برضو مصدر دخل برضو لمنشئ المحتوى، واكيد هيكون مصدر مميز ومهم. بس الكلام ده كله للأسف من وجهة نظري هيجي بالسلب على القنوات الجديدة، لان التنافس هنا على الشورتس هيبقى عالي جدا. زي ما احنا عارفين ان الشورتس بيبقى انتشارها اكتر بكتير من الفيديوهات الطويلة، الا ان هو قل طبعا بكتير عن بداية ظهورها، لان في ناس كتيرة مع بداية ظهوره ابتدت ان هي تتجه للشورتس بشكل كبير جدا، ده اللي خلى التنافس فيه كبير وده اللي حجم الشورتس شوية، الا ان هي برضو تظل المشاهدات بتاعتها اكتر من المشاهدات الطويلة. ولكن بشروط اليوتيوب جديدة وتفعيل الربح على الفيديوهات القصيرة اللي هيخلي فيه منافسة اكبر واكبر، واللي خلى منشئين محتوى معروفين وقنواتهم قديمة وعندهم عدد مشتركين كبير جدا ما كانوش بيتجهوا خالص للشورتس، الا ان بعد التحديث ده مباشرة ابتدوا يتجهوا لصناعة الشورتس. وطبعا انا كالعادة بحب اوريكم امثلة عن الكلام ده. يعني مثلا لو هنشوف هنا طبعا قناة يحيى رضوان، قناة مشهورة جدا وقناة مميزة في التك، هنيجي نبص هنا ان هو عمل اول شورت ليه من 4 اسابيع، يعني اول لما نزل التحديث الجديد للشورتس، وبعد كده ابتدى يعمل شورتس هنا من اسبوعين، وابتدى يعمل بعديه شورتس تاني، وجايبين نسبة مشاهدات معقولة. ولو نيجي نرتب هنا الفيديوهات نعمل لها ترتيب حسب تاريخ الإضافة، هنلاقي ان اول فيديو ليه من 6 سنين، من 6 سنين بالظبط، ومع ظهور الشورتس من فترة طويلة ما ابتداش يعمل شورتس الا مع التحديث الجديد، وده نتيجة ان التحديث الجديد هيبتدي يجيب ربح. حتى هو في اول شورت نزله على القناة عنده ذكر الحتة دي، ان هو داخل في الشورتس عشان يزود بيه مصدر الدخل بتاعه، وده اللي زي ما قلت لك هيخلي المنافسة كبيرة جدا على منشئ المحتوى اللي عندهم قنوات صغيرة. ولكن لسه برضو الفرصة موجودة قدام اي صانع محتوى بيقدم محتوى مميز وبيقدم حاجة فعلا تفيد الناس والناس بتدور عليها، وبيهتم بكل تفاصيل المحتوى، بيهتم برضو بمحركات البحث ودخول القنوات القديمة في الشورتس والتحديثات اللي بيعملها اليوتيوب عشان يشجع الناس على الشورتس. ده يخليك تفكر مرة واتنين ان انت لازم تهتم بالشورتس في المحتوى بتاعك وتبتدي تستمر في تنزيل الفيديوهات القصيرة. ودي كانت كل حاجة عن فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو، واشترك بالقناة لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي مشكلة انا برد على كل المشاكل، واشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.